السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتشرح اي موقع فكل شوية بتاخد صور، فكل شوية تروح تعمل سكرين شوت وبعد كده تروح هناك وتروح حاطط الصورة مثلا في الملف الوورد على سبيل المثال. ففي طريقة اسهل من كده، وهو ادنس بسطبها جوه جوجل كروم، اهيت سكرايب اللي هي ديت. كل اللي بقوله ان انا اد تو كروم، وبعد كده اي خطوة انت بتعملها هو بيبدأ يسجلها. خلينا نضرب مثال عملي اهوت. بيقول انا ما اقدرش اسجل هنا، افتح صفحه تانية وابدا اسجل عليها. فبالشكل دوت، فبيقول لي افتح صفحه جديده، فاقول له مثلا انا عايز الصفحه ديت. بيقول لي انا كده بسجل اي حاجه انا هعملها، هو يبدا ان هو ياخد منها صوره ويبدا ان هو يسجلها. فمثلا ممكن اقول له مثلا رساله، اقول له رساله مباشره مثلا، اللغة صيغة، وهكذا. كل ده هو بياخد سكرين شوت لكل ما تحصل تعديل في الشاشة. فبالشكل ده. طيب لما خلص ممكن تيجي هنا وتقول له ستوب ريكوردينج، يبدأ بقى هو يفتح لك الصفحة اللي فيها كل الحاجة اللي انت عملتها. اهي كليك اكتب الآن، احنا رحنا الموقع دوت. تقدر تاخد الصور دي طبعا، تقدر تاخد بالكلام دوت. هو كاتب لي سويتش تو تاب سكرايب وورك سبيس، فيفيدك في لو انت بتعمل بحث علمي وبتشرح حاجة، او انت مثلا بتحضر كورس او كده، بيكتب لك كل الخطوات ككتابة وكصوت. دبل كليك فوق كذا، طيب كذا، كليك كذا، الخطوات، كل الخطوات اللي انت عملتها. ممكن تعمل اكتر من صفحة وتبدأ تضيف للصفحات، ممكن تعمل دوبليكيت، ممكن تبعتها للفريق بتاعك، ممكن تعمل ستيب اكشن، تعمل كاستمايز. كل الحاجات اللي انت عايز تعدل فيها تقدر ان انت تعدل فيها براحتك. ممكن تعمل ابديت، ممكن تعمل داونلود للسكرين شوت.